هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كتير مناح. انتم في هذا الفيديو اليوم جات لكم فيديو جديد. بعرف اني كتير سحبت عليكم فتره كتير طويله، بس كتير اسف اعذروني عشان كنت مريضه، لهيك يعني تاخرت في تنزيل الفيديوهات. بس اليوم قررت انزل فيديو، يعني انزل فيديو في هذا الفيديو. جايز، ملاحظه، خليكم من الضجيج اللي عم تسمعوه هلا، اسحبوا عليه. فا اوكي، بدي اقول لكم انه هذا الفيديو راح يكون عن روبلوكس. اللي يعرف اني نزلت فيديو عن اساءه روبلوكس للاسلام، وفي تعليقات اجتني انه روبلوكس اعتذرت. انا عني دورت كثير في اليوتيوب، ما شفت ولا فيديو قال انه روبلوكس اعتذرت. فانا ماني متاكده اذا روبلوكس اعتذرت او ما اعتذرت. حتى اذا اعتذرت، لو تدخلوا للميوزك بتلاقوا الصوت تبع القران لسه موجود، القران مع الاغنيه لسه موجود هنيك، ما مسحوه. فعليكم الدليل لسه ما مسحوه. هذا الاول هو يعني هو السيء. هذا كل حد شو بيقول. في ناس يقولوا انه بدهم يسيئوا للاسلام، في ناس يقولوا انه بدهم يعني عشان يكون عندهم كثير ناس يعني مسلمين يعني خلطوها مع اغنيه، عشان يعني بيقول انه واو خلطوها حلو مع اغنيه. في ناس يقولوا انه يعني خطا، بس في ناس يقولوا روبلوكس اللي سوت الصوت. المهم في كثير توقعات، بس التوقع الواحد والاكيد واللي هو اللي احنا يعني ماسكين فيه هو انه يس يعني هي بدها تسئل الاسلام. جايز، لو تروحوا تشوفوا تطبيق روبلوكس في بلاي ستور، تلقوا انه عدد النجمات تبعه انخفض عن تقييمه 2.5، وبتشوفوا اللي اعطوا له النجمة اكتر شيء، يعني 5 شوية 2 شوية 3 4 شوية 1، كتير اللي اعطوا له النجمة واحدة بس، كتير هي اغلبه. ليش ما كان هيك؟ انا كنت اشوف قبل ما يصير هذا الشيء كان 5 نجمات هي الفائقة عليهم كلهم. شو صار هلا؟ ليش النجمة واحدة هي اللي فايتة كل التقييمات؟ عشان هذا الشيء اللي سوته، كل اللي سووا نجمة هذول مسلمين اللي بيدافعون عن اسلامهم. يب، احنا الحين ما راح نحكي شيء، ما راح اقول لكم ما تلعبوا روبلوكس او ما هيك شيء او خلاص انتم قيمتوها سيئه. خلاص الناس لما يشوفوا اغلب تقييمها سيئه ما راح ينزلوها، بس انتم تحبوها اجباري تمسحوها او ما تلعبوها او شيء، تحبوها العبوها، بس شو تقييمكم للأسوأ؟ يعني بيبقى هيك، يعني لازم تدفعوا على دينكم، يعني لازم. في ناس بيقولوا انه لا، لازم نوقف جنبها، لازم هيك هي بتنزل، عم تخسر كتير 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 لاعبين. في كتير الناس يعني ما بعرف شو عم يدافعوا عن دينهم او عم يدافعوا عن شركة روبلوكس اللي عم تسيء لدينهم، ما بعرف شو عم يحكوا. في ناس يخبصوا، ما بعرف شو، كأنه يبيعوا دينه عشان لعبة. في ناس مدمنين على روبلوكس بشكل هستيري، يعني حتى لو ما بعرف كيف، يعني ما بي يعني يقول لك ليش انت عم هيك تسوي على عشان يعني سوت للدين هيك، لدينكم هيك عم تسوي، ما بعرف شو يعني. المهم تحسوا ناس مرات يعني ما بعرف كيف، يعني احنا سوينا هاشتاج في كل اماكن، هاشتاج انه روبلوكس تسيء للاسلام. والمهم نزلت، وقالوا انه اعتذرت. انا ما لسه ما شفتها اعتذرت، عم دور في اليوتيوب ما لقيتها اعتذرت، ما لقيت فيديو بيقول انها اعتذرت، ما لقيت دليل بيعطيني انها اعتذرت. حتى لو اعتذرت لازم تكون مسحت الصوت، بس هي ما مسحت الصوت، الصوت موجود لسه موجود. كيف اعتذرتي وانت لسه موجود الصوت؟ اكتبوا اسم الصوت واللي هو هذا الصوت اللي راح يطلع الحين، هذا هو اللي هون. لو تكتبوا اسمه في الميوزيك راح يطلع لكم. شو معناها؟ يعني ما مسحته، ما اعتذرت. حتى لو اعتذرت اعتذارها غير مقبول، حتى بتمسح الصوت بعدين يمكن بلمس. في ناس يقولوا انه عشان يعني كانت تجيهم شو يقولوا، يعني كانت تجيهم شو يعني، ما كان لانه في اصوات كتير في روبلوكس كان يقولوا لهم انه كان يعطوا كيف اقول يعني ايوه طبع ونشر، يقولوا انهم يعني ما تسووا الصوت هذا وكل اشي، فكانوا يسووا الصوت اللي بدهم يخلطوه مع شيء اغنية، مع اغنية ثانية. باي.